بدأ لوشيسكو مسيرته مع كرة القدم في مركز حراسة المرمى مع أندية رومانية أبرزها براشوف وبوخارست، ولكنه لم يحقق بطولات كبيرة. انطلق مشواره التدريبي في موسم 2003-2004 من بوابة براشوف، وقضى معظم مسيرته داخل رومانيا إلى أن انتقل للدوري القطري في 2012، وبعدها عاد إلى أوروبا مجدداً في 2014 للتدريب في اليونان. اشتهرت مسيرة لوشيسكو بأحداث مثيرة، منها الإقالة التي تعرض لها في نادي رابيد بوخارست عام 2005، واستمرت لمدة يوم واحد، وتدخل رئيس النادي لإلغاء القرار. وفي نفس العام وصل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي بعد مواجهة مثيرة مع والده المدرب المخضرم ميركا لوشيسكو، الذي كان يقود في ذلك الوقت شاختار دونيتسك. تواجد لوشيسكو في مباراة فريقه باوك أمام أيك أثينا، والتي اقتحم فيها رئيس ناديه الملعب حاملاً مسدساً، اعتراضاً على إلغاء الحكم لهدف حاسم في الدقيقة 90 كان كفيلاً بتتويجه بالدوري. قضى المدرب الروماني 4 مواجهات أمام الشباب والأهلي في دوري أبطال آسيا عندما كان مدرباً للجيش القطري، خسر بثلاثية في الرياض وفاز في الدوحة بثنائية. وفي مواجهته مع الأهلي خسر بثنائية في جدة، وتعادل إيجابياً في الدوحة بهدف لكل فريق. تولى لوشيسكو تدريب منتخب رومانيا، وخاض مواجهة كبيرة في 2010 أمام فرنسا بطل العالم، وخسر معركته ضد رولان بلان أسطورة الديوك بثنائية نظيفة. تدرب تحت قيادته عدد من اللاعبين المتميزين شكلوا القوام الأساسي للمنتخب اليوناني، ولكن الجانب الأكثر إثارة كان قراره برحيل المصري عمرو وردة لأسباب فنية، والذي ارتبط اسمه مؤخراً بقضية تحرش جنسي في معسكر منتخب بلاده بكان 2019.